يقول هل هذه من قواعد اعتقاد أهل السنة والجماعة وما معناها؟ إجراء النصوص على ظاهرها عدم التفريق بين النص والآخر، عدم تقديم العقل على النقل. نعم، إجراء النصوص على معانيها ظاهرها، يعني على معانيها من غير تحريف ومن غير تأويل ومن غير تكييف، تجرى على مدلولها ومعناها الصحيح. وأيضا لا الاستدلال على الأسماء والصفات إنما يكون بالأدلة من القرآن والسنة، الأدلة النقلية، أما العقل فلا يستدل به على الأسماء والصفات لأنها توقيفية ولا يثبت منها شيء إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله، يتبع فيها النصوص. نعم.